ما زلنا معاكم في اضحك معنا على قناة التاسعة. يلا نكملوا بالضحك. هذا سكتش الخطبة، تصفيق على مجد لبنى الزين والنوري. شوفوا معنا. قهوة كلها بنات؟ ها؟ ماشي معاكم حتى طفل؟ سامحني دموازيل، أما حبيت نقول لك تبارك الله عليك، ها؟ زين وعين وذكاء. سامحني ما فهمتكش. زين وعين وبهامة. سامحني. مش مشكل دموازيل، حبيت نقول لك قدك شيك. عندي شكون؟ أنا المشرج اللي جاي بزنس فيك. يعرفش. ياس بدري. تو ذا منظر نجي أنا بزنس وعندك شكون؟ إيه. تو واحد كيفي أنا جاي بزنس واحدة كيفك أنتِ؟ مخي بوجهك. منظرك أصلاً خايب. ما فهمتش كيفاش جيت أنا باش نبزك. سامحني نجم نسألك؟ هاك سألت. سامحني. تعرف دموازيل في بالك اللي بوك يلزمه يدخل الحبس مع الإرهابيين؟ عليه؟ خاطرو جاب قنبلة. وانتي في بالك اللي بوك يلزم يعدي حيطه في التواليت؟ عليه؟ خاطرو جاب شلاكة. تعرفش كيفاش؟ تحبش نعمل بيك دورة؟ أنا راني مازلت كشريت فيسبا. مبروك على أخويا. مازلت كشريت بيام. مبروك يا حبي. شنو لونها؟ لونها روز في ماء. هاي تمشي عاد نعمل بيك دورة. تمشيش تدوخ لي عاد وتقول لي ما ندوخش من البيام. هاي قوم نعمل بيك دورة. قومي جاي. جاني من هنا عاد من هنا باش نعمل بيك الدورة. وين البيام؟ شنو هي؟ يزي هبطني. يزي قلت لك هبطني. ايا تعطيني نمروك هكا فيزا فيزا نعاودوها مره ذي زاده. هيا اعطيني عاد نمروك. ريت نقول لك حاجه، كي تبوس عينك مستحيل نعطيك نمرويا. جميل خويا، جميل خويا. ويني اختي؟ اختي ويني؟ ويني اختي؟ اي جنتي؟ اي جنتي؟ ويني اختي؟ اختي ويني اختي؟ ريت تشركي قاعد مع اختي؟ مش عالقوا في السقف؟ ويني اختي؟ ريت الطاوله هذيك هاكم قاعدين قلت. أما نقولي لي انت خطيبي. أما كي تبوس عينك انا ما نقولش خلي انا خطيبك امبوسيبل. أما يجي لما شنية هذا؟ هذاك خطيبي هذاك. خطيبك خطبة تحفة شنية هذا معلم؟ ريت انت شكونك؟ انت شكون؟ مش بيك انت داخل علينا تعيط وعلى اعصابك مو لاباس. ريت انا باش نقعد مع اختي باش نعلقوا في السقف، انا خوف وريع. انت شكون؟ انا اللي باش نتعلق في الثريا. اش بيك خويا؟ انا ذي راني باش نخطبها على سنة الله ورسوله. او باش نفرك له صلصوله. خطبتها وقتها وانا وين؟ انت خطبتها انا وين؟ يا ودي انت وقتها تركح في البارابول. وانت اش تعمل؟ انا نركح في اختك. اه وانا ذي راي المرأة اللي باش نعدي معها عمري الكل على سنة الله ورسوله. انا باش نخلي له صلصول وراي. هذاك هاو مبروك عليك خويا، دخلت في العائلة انت تو، دخلت في العائلة. خلت حبك راجل حبك قارع تو. دخلت في العائلة. اقعد 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 انت ولا اقعد ولا ليه عايل خويا؟ اقعد انت كي خويا. عايش اختي عايش. اخزر لو انت ماك دخلت في العائلة وليت كي خويا. قصدك في قضية صغرون يا ودي الدلل راك كي اختي. نلقيش عندك 10,000 لاخر الشهر. تحب 10,000؟ هاي 10,000 تفضل. برا نعم بوزي انك صاحبي زايد. رجله دخلت لقلبي على الاخر. دخلت لقلبي على الاخر. ميرسي عايش خويا. ميرسي خويا. خطيبك تعيطوا له خويا؟ تو انت باهت فيها كيفاش تعيط لي خويا؟ اه وانت ماكش باهت في روحك كيفاش وجهك هكا واسمك جميل؟ تعرفش كيفاش؟ اه هاي 10,000 اخر برجوليه. ما احلاكم مع الصفرات. اقسم بالله على الصفرات والله عاد كل مره نجي اعطوني برشا فلوس على الصفرات. ما احلاكم ربي يهنيك. ميرسي على وقفتك معايا والله لا ننساها. تعرف انا مانيش مصدق كيفاش هكا بالزهر هكا في قلب غلطه وليت انا وياك مخطوبين. السلام عليكم. سلام. انت خطيب ثريا؟ انا خطيب ثريا. عليه عندها مرسو جاتو مش خالص.
برج جاتو مش خالص؟ برج جاتو ماهوش خالص. ايه نورمال انا خطيب نخلصوا برج الجاتو. قداه برج الجاتو؟ 18 دينار. هذا برج خليفه هذا. امورك؟ اموري؟ اه مش نعطيك 18,000 بالضبط وخلي عندك الباقي. اه زين ربي يبارك على شختي. محليك قديكش كريم وحنين. والله انت هي اللي بكلك فيتامين. يا بنتي انا اخوك انا صاحبك انا راجلك انا قدك. جاني انت خطيت ثريا؟ اما ثريا ما نعرفهاش يا ودي. ثريا سن لي 5 ملايين في بالي باش نرجعهم له. يا ودي انا راجل ثريا والله على زوزة توابة برس امك. لحظه برك خنفسر لك. لحظه ما عرفت باش تعطيني 5 ملايين. راح عليك. لحظه برك برس امك عليك. ما عندكش زهر برس امك. احسبني رجلا بشويه حاج ما ريتش ما تخزرش قدامك. اعرف وين تعفس. بابا بابا عفس لي على قدري يا حاج. مانا وهذا؟ هذايا خطيبي يا بابا باش يخطبني ناوي على الخير معايا. وش اسمه هذا؟ النجم الدين. شمس الدين. شمس الدين ولا نجم الدين؟ تمك خطيبك باش تحافظ. حاج يا حاج ركز. ما هو انا في النهار اسمي شمس الدين. ايه. وفي الليل. ايه. كي تحليل. ايه. نولي النجم الدين. وفي القايله. بيت الدين نولي. اي سيدي اي سيدي اي انت ماك واحد من العائله. انا واحد من العائله باش نخطب بنتك. ايوه وليدي مالا. اعطيني 10,000 سلف شخر الشهر. طب تسمع في 10,000 هذا كلام تحكي فيه؟ هذا كلام تحكي فيه؟ مش قلبي تم طلعني لك 10,000 شوي حاجة شوي حاجة شوي بيخ بيخ بيخ. وش بيك وش بيك؟ قلت عندكش 100,000 فهمت؟ عندي زرسة هذه باش نقلعها باش نركب واحدة أخرى باش نجم نقدم البقلاوة في خطبتكم. حاجة احنا في خطبتنا باش نسربيه برود وزرته طول عملت. اسمع تزيدنيش 100 دينار أخرى باش نركب زرسة أخرى باش نجم نقدم الغرايب. حاجة أنت بزرسة واحدة قدمني في 100,000 تو بزيد كامل زرسة أخرى. عطي عطي. صح يا وليدي هاك عندك الفلوس يا أخي أنت جانيور. نعم انت انجينيور. انا ديستريبيتور اللي يدخل عليه يهز فلوس. اسمعني وليدي. انا الطفله ذي حبيت. ايه. هاي سيدي تو نحن باش نتشرطوا نحبوا صياغه بيضة وصياغه صفرة ونحبوا دار بالبكسين. ايه. ونحبوا انا وخوها وامها نجوا حداك نعدوا الويكاند كيات فارغه. يا حاج. اه. وبعد هذوما الكل فما دخله. بالطبيعه فما دخله. عندي فازة جديدة ذي بتاع 2019. اشني الخرجة يا بابا. مرحبا مرحبا بكم في الجو متاع الجديدة بنا على بنا جديدة تعطيكم فرصة باش تربحوا 1,000,000 كاش. سهل برشا باش تشارك مع ليك كان تدخل توا الباج فيسبوك متاع جديدة ونلعبوا في السلوت ماشين كيما وريناكم الجمعة اللي فاتت. تلعب وكان عندك حظ تدخل في القرعة وتنجم تربح مصروف رمضان 1,000,000 كاش. اه واحنا داهمين على شهر الفضيل هذا. اما شهر المصروف من توا عندكم كالعادة 24 ساعة في ديكم باش تلعبوا في جو جديدة وتدخلوا باش تلعبوا في سلوت ماشين وتربحوا الجات بوت 1,000,000 كاش من اهداء جديده. نحب نقول مبروك للرابح متاع الجمعه اللي فاتت اللي ربح الجات بوت 1,000,000 كاش واسمه موجود في اسفل الشاشه. يا سي نفسنا الرابح ان شاء الله مبروك عليه. مبروك عليه الرابح. هاي وليلة النساء اللي قالت باش نطيب لكم وباش نقد لكم تيوين. ما رينا شيء اختي. ماني هبطت على الستوري ولا انت ما عندكش مع التكنولوجيا؟ ما عنديش هذا ما عنديش. لحظة لحظة جماعة الزملاء في الحفلة ورينا ستوري يا خويا بسيدي بسيدي نتاع الكوجينة نتاع سامحني يا مان. الله الله طيب يظهر لك. انا اليوم لبست الطبلي متاعي وطيبت بزيت جديده باش نظهر لكم اللي انا صنيفه. وهاو العشاء قريب يحضر. فوالا اجيو شوفوا العشاء. بيان سور نفدلك عليكم على خاطر سيدة قال لي انا نطيب كان عدم. اذا انا نطيب في مقرونه بزيت جديده تقدرك بزيت جديده مقروجي باش يجي بن على
شفت نجم في ريحة مقرونة كثيرة. والله هي صدق قبل ما نجيب لك صحن مقرونة وتقول الحقيقة الحلقة الجاية مقرونة بنينة بزيت جديدة ولا عاد شنو زادك ما تبدش تتبلع على الطفله ما تتغروش يا ولدي جيب لنا اختي صحن المكرونه يا سر موجود تبيع موجود يا اخي انت وي وينو اهو يسمعني وين لحظه برك عاد انا عاد ماني نعرفك أكيد عاد راك وسيت تريتور ولا حاجة لا طيبتها بيدي بزيت جديدة زادة يا ودي أنا جديدة ما نشكش فيها منتي هي اللي شاك فيك أهبط يهديك ورينك السويبعات على المباشر قدام الناس كل في إيش يا حاج لبنى قالوا يا بياع باش تبيع قالوا كل شيء بالحاضر فوالا لبنى قوم اختي قوم ورينا كيفاش قالوا عندي حصان يصف الصدره قالوا هذا الحصان وهذا الصدره يرحم ويدي هذا الحصان وهذا الصدره ما هي سهله قالوا عندي قالوا عندي يضحك معنا قالوا هذه جديده وهذه لبنى دونك سهل برشا دونك مش باش يطلب منك حاجه صعيبه بريك سوابع لا عاد شي بريك سوابع بريك بريك اما تعمل لنا خمسه كعبات بريك في دقيقتي هذا يا دقيقه انا عظمه مراوغه دقيقه انا راني بالحق مانيش طياره ياسر في الماكله اما ملي وليت ندخل الباج جديده على الفيسبوك وليت نعرف نطيب خاطر تلقاو لي روسيت الكل نتاعكم بالنسبه للمراه اللي ما تعرفش تطيب في رمضان ساهل برشا تدخل الباج جديده تلقاو لي روسيت الكل وتوصف ايش طيب لك البريك يا صادق الله هذا التحدي دونك خمسه كعبات بريك في دقيقتين باش تجيك البريكه بنينه يلزمك تستعمل زيت جديده الحكمه كل في الزيت رب الحق فوق فوالا زيد لب والدوشة لها براش امك تشبيه ميسالش انا اخوك يزي يا ودي صلي على النبي تعمل بريكه ولا باش تعمل واحده ما يلزم بريكه حتى اشترها تعوم يزي صادق ما نستحقوش برشا زيت صادق ما تعاونهاش باش من بعد تقول انا عاونتك طيب لبنى وحدها سامح ادي فيه لحظه ادي فيه وفرنا لك كل شيء عندك جبن عندك التون عندك العظام وعندك الميلاج اي سيرتو يخدم اي سيرتو زيت جديده اللي يخرج البريكه كروستيانت على خاطر جديده بنا يلا لبنى ندي فيه فازي عليك لبنى برافو لبنى برافو واو انا عاد نذوق انا برافو لبنى توا في الشكل لبنى سلكتها تراه في المضمون باباي امشي ترى والله فاجئتني خاصة انك القصة متاع القارس مرسي عمالة ترى مرسي عايشك ما حليهم دوري دوري تعرف حاجة كروستيانت دوري بنينة عجبتكم صحة وبشي لا تكسحة مقبل برافو برافو السبع نتاعك باش نخمم نبدل رأيي في علاقتي بيك والله خمم نكمل معاك حياتي تعمل لي في البريك ميرسي لبنى ادخل الباج جديده تتعلم سكت الناس الكل دونك اللي يحب كيما لبنى ابار انه يستعمل زيت جديده يدخل باج جديده تصفيقه كبيره على لبنى ونعاود نذكركم
اللي جو متاع جديده يعطيك فرصه باش تربح مليون كاش. ساهل برشا باش تشارك معليك كان تدخل باش فيسبوك جديده وتلعب في سلوت ماشين كيما عملنا الجمعه اللي فاتت، تدخل في القرعه وتنجم تربح مصروف رمضان مليون كامل من توا. دونك عندكم 24 ساعة في ديكم باش تلعبوا في جو جديدة وتربحوا الجات بوت من اهداء جديدة بنا على بنا. ونحب نقول ميرسي الجديدة اللي هدت لي كرونيكور متاعنا بيان سور رمضان، هدت لهم ديلو جديدة. دونك شادي الزيت لمرتك، المايونيز لبنتك، وهذيك كسكروت الصباح، الترتين الكسكروت الصباح. دونك تنجموا تشاركوا انتم وتربحوا جات بوت وقت اللي تدخلوا الباج فيسبوك جديده، وايضا تنجموا تلقاو لي ريسيت باش تتحاولوا سبحان الله كيما لبنى وتوليوا تعرفوا طيبوا. نحب نقول ميرسي الجديده بنا على بنا. Art of Leaning. مرحبا بكم. دونك كنت انونسيت المره اللي فاتت في اضحك معنا اللي زين هوم لانسيت مسابقه كبيره الهوم ديزاين تشالنج لتشجيع الديزاينر التوانسه الشبان اللي عندهم برشا افكار، وتعرف شباب عندهم برشا افكار ولكن ما ينجموش يطبقوها. زين هوم باعتبارها نمبر 1 في تونس باش تعطيهم فرصه انه يشوفوا الافكار نتاعهم على ارض الواقع، وهاو باش نعطيكم التفاصيل الكل. نستقبلوا مع بعضنا زوز ضيوف، شيماء جد ريسبونسابل كوم زين هوم، مرحبا بك شيماء. اهلا وسهلا بك، مرحبا. نيلة المهيري شارجي كوم التحالف التونسي للمصممين. عسلمة عسلمة نيلة. دونك بشويه بشويه توا نفسروا للناس الاهميه نتاع الهوم ديزاين تشالنج هذا اللي باش يعطي اول مره معناتها ماركه تونسيه اللي معناتها هي متميزه ونمبر 1 لانه الكاليتي التونسيه والاسوام في متناول التونسي الكل. المره هذه باش تعطي فرصه للناس اللي عندهم افكار. احكي لي على التجربه هذه. دونك زين هوم كيما معروف عليها واحد من ليدوغ على المارشي دو لا موبلمون في تونس. دونك ننظموا في نطاق تعاون مع تحالف التونسي للمصممين ان كونكور اللي مسمينه هوم ديزاين تشالنج. دونك سو كونكور نعملوا به ان ابيل للشباب نتاعنا اللي متخرجين من المدارس والمعاهد نتاع الفنون والحرف والتصميم باش نحلوا لهم الفرصه انهم معناتها يطرحوا الافكار نتاعهم والابداعات نتاعهم في دون ان كادر ريال، معناتها سيت اون ميز ان براتيك النظريات مجموعه النظريات اللي تعلموها دوران لي زاني ديتود نتاعهم. فوالا دونك الشباب اللي تخرج ستادير معناتها اللي عندهم إجازة أساسية ولا تطبيقية وإلا شهادة متاع ماستر في اختصاص التصميم. باهي، وفاش تتمثل المسابقة هذه بالضبط؟ دونك لو تشالنج هذايا متاع زين هوم هو سيت اون سورت متاع مسابقة بين مجموعة متاع مصممين شبان. دونك باش تصير المسابقة هذه على ديزاين متاع أموبل انتليجون. فهمت؟ دونك أموبل انتليجون هذايا نوع متاع اثاث اللي هو متعدد الوظائف والاستعمالات، يكون حاجه بان سامبل جيست يولي حاجه اخرى. جو دون باغ اكزومبل مع الشناي ان موبل تي في يولي فرش وخزانه، والا اون كونسول تولي اون تابلا مونجي. فوالا هذه الفازه ديجا زين هوم متطوره فيها في تونس. اون بليس توا الديار ماشيه وتضييق، واحد ياخذ اس بليس 2 ولا اس بليس 3 ما عادش عنده الشوا، البيوت ضيقه. دونك لي موبل انتليجون هذم ولاو توا لا توندونس في العالم الكل، خاطر سوم ليموبيلي مشي ويغلى، معناتها اللي باش يخلط على اس بلس 1 اوكي مني بيت نوم بعد يفطر فيها من بعد ينجم يلعب فيها تروح بيار شاد لي. دونك كل شيء يتبدل به. علاش الاختيار نتاع التيماتيك هذا؟ دونك في الاطار علاش التيماتيك هذا اليوم في تونس لو في دافار ان اسباس اللي نجموا نحطوا فيه الموبل اللي شاهينه لديارنا الكل سي با ايفيدون كو سوا سور معناتها اون تيرم دو ديسباس ولا اون تيرم دو
معناتها شارج دونك ولي موبل انتيليجون هذوما يسهلوا ياسر معناتها العيشه دون ان انتيريور. من هوني جات الفكره. ديجا نحنا زين هوم عندنا اكثر من عامين اللي ركزنا على الموبل هذايا على خاطر نحنا ديما معناتها اون شيرش اون سوليسيون براتيك بور لاميناجمون دان انتيريور داكور. دونك نحنا اون اسي بالتشالنج هذايا دامبليكي لي جون على خاطر ديما نلوجوا على دي ديزاين ودي كرياسيون انوفونت اللي يسهلوا على المستهلك نتاعنا لاميناجمون دو سون انتيريور. فوالا دونك الحاجه هذه لي جون زاد حتى في قرايتهم ديريمون انتم عندكم عميل وفي القرايه زاد بداوا يخدموا على ميبل انتيليجون خاطر فريمون كيما قلنا السوم طلع نتاع نتاع الديار ونتاع دونك لي سباس ما عادش واحد ياخذ الاسباس اللي يحب يعمل فيه دونك وهذه سوليسيون هايله حتى من ناحيه الفلوس. ان جون كوبل باش يعرس ديجا كي يمشي لزين هوم يلقى دي مبل انتيليجون ينفعوه هكا وهكا. دونك باهي معنا دونك مدام نيلا المهيري شارجي كوم في الاليونس تونيزيان دي ديزاينر كان تعطينا الهدف حسب رايكم انتم مع نتاع التشالنج هذا. احنا اول حاجه الجمعيه نتاعنا هي اللي او كور دو ميتيه دو ديزاين في تونس. دونك احنا بالنسبه لنا اليوم كي تقدمت لنا الفكره نو افون بيان ابريسي الفكره نتاع الكونكور هذايا تيماتيك على خاطر فريمون سي اون تيماتيك دو لوكال معناتها اللي احنا نحسوا بها. دونك احنا الجمعيه نتاعنا متكونه من مصممين من دي زاركتيك دانتيريور من باحثين في دومين نتاع التصميم بجميع انواعه. تقدمت لنا زين هوم قلنا بوركوا با اسيي باش نحاولوا باش ناثروا المصممين لي جان باش نحاولوا مع بعضنا باش نحاولوا باش نقدموا فكره جديده وباش تكون التصنيع نتاعها مع مجموعه زين هوم. دونك انا قبل كل شيء بيرسونيلمون بالنسبه لي شركه زين هوم هي شركه سي اون سوسيتي بيلوت في تونس اللي هي تشجع ياسر لي جان تالون ودايور parmi mes meilleurs étudiants à Tawika Andy Barsh li huma ils font partie de l'équipe de design في زين هوم. ودايور من الحاجات اللي نحبوا نقدموا فيها مع بعضنا اللي الاهداف هي مشتركه ميتر اون فالور المصمم التونسي في تونس. دونك بالنسبه لنا كومون باش نحاولوا نشجعوا لي جان ديزاينور ونحاولوا ناثروهم باش ان شاء الله اون فا اسيي باش يحولوا من هذيك الفكره اللي هو نستنسي. تخيل ان جون ديزاينور يشوف في فكرته تتباع. توت افي. فريمون معناتها حلمه بالنسبه ل effectivement. Généralement, les jeunes designers font des maquettes de la conception en 3D. Généralement, ils font des maquettes de la conception, mais nous sommes là aujourd'hui pour faire des maquettes. Nous aimons travailler la mise en réel, c'est-à-dire comment nous faisons le produit réel, le produit que nous avons, le mousseau, comment nous l'utilisons, حقيقيه معناتها معناتها واحد وكان يصنع برودوي يولي ام بيست سيلر والناس الكل تشريه نجم حتى حياته تتبدل ديزاينر واللي هابطين عليه معناتها نجموا معناتها في الدومين اكيد راه فما دي ستار وفما عباد معروفه دونك يولي نجم حياته تتبدل. دونك بالنسبه اللي يحب يشارك دونك في هذايا هوم تشالنج باي زين هوم كيفاش يعمل وشنو خاطر تشالنج شنو البري اللي باش يربحوا؟ ما فماش بري بركا هو فما 3 غانيون. فما لو بروميي غانيون باش ياخذ 10000 دينار وفما لو دوزيام غانيون 5000 دينار ولو تخوازيام غانيون سي 2000 دينار. 2000 دينار فوالا. دونك باش يشاركوا اللي عند العباد اللي تحب تشارك في الكونكور هذايا ساهل ياسر. دونك من اليوم يدخلوا على الباج اوفيسيال نتاع زين هوم باش يلقاو ان ليان اللي هو 3W كونكور ديزاين -zenham.com.tn. دونك ils accèdent le lien هذاك يدخلوا يلقاو une plateforme اللي فيها toutes les informations nécessaires للكونكور هذايا باش يلقاو la présentation du concours باش يلقاو le règlement du concours les dates اللي لازمهم يشدوهم بعد البريس انسكريبسيون تاع الرميز دي دوسيي تاع الرميز دي بروتوتيب اكسيتيرا وباش يلقاو surtout le formulaire de participation. الفورمولير هذايا لازم يتعمر بدقه تامه معناتها ما يلزمهمش فوالا سينون راهو معناتها يصير روجي دو دوسي على خاطر الفورمولير ماهوش معمر كوم يلفو. فوالا دونك يدخلوا للباج كوم جو فيان دو دير ويعمروا الفورمولير. انسويت يفون ريسيفوار ان ميل دو نوتر بار
باش ينجموا هما يبعثوا لو دوسي تكنيك اللي باش جوري الفال ايفالوي وبيان سور دونك يدخلوا بالطريقه هذه في المسابقه وينجم يربح دونك 10000 دينار 5000 دينار ولا 2000 دينار المسابقه هذه اللي زينهم ابار انها مع وانت علاش تعمل كيف بالك عندي افكار حتى انا زيد انت منال انا بدي نحب نشارك لا بالراس استنى عاد مش اللي يجي يشارك عاد كي كمل شاد لي يشارك وكا لا ولا انا مش نشارك انا صنعت هو المبل انتليجون ما بعرفش شو صنعت انا صنعت مره كرسي ولا انتليجون ولا قلاية ترا فوالا توانسة اي انا نجم نصنع كرسي مكياج لك تقعد فيه تخرج مكياج سبحان الله خمس صباح تشم مكياج اسمع بنحيه نسر معاه قد زرني كل حاجه فيها المكياج اي كل حاجه مش كثر اسمع بيت نوم ترقد تصبح مكياج وكا اي ولا معناتها فماشي شكون ينجم يصنع لنا مرايه كيما نال عماره حتى كي تنحي المكياج تقعد مزيانه فيها لا تقعد منال ما تقعدش عمارة تقعد منال ما توليش عمارة دونك شيماء جد ريسبونسابل كوم زين هوم دونك لي ديزاينر توانسة مش هذوما لي ديزاينر توانسة اللي يغزروا لك الميساج معناتها باش يشاركوا في المسابقة هذه ومن بعد زادة مدام نيلة المهيري أعطيني شارجي كوم زادة التحالف التونسي المصممين كل واحد نحب كلمة لي ديزاينر توانسة باش يشاركوا في المسابقة هذه دونك كخوايي أون فو ريف Croyez en vos capacités. Donc, cherchez au fil concours design de Zenham. Vous serez évalué à l'aide de designers prénommés Fitounes ou prénommés internationalement. Donc, ici ou cherchez ou ça trouve comme là où vous baillez, maintenant là où le rêve est comme vous baillez, n'ajoutez pas mal les yeux à un design. وتربح غدوه وتبدل حياتك و... وتشوفوا تشوفوا تشوفوا معناتها يتباع وتشوفوا معناتها موجود على ارض الواقع من دمنيله دونك اللي نقول للشباب الكل وحتى الطلبه نتاعي اللي ممكن يتفرجوا عليا الليله دونك فريمون اوزي اوزي ليسي فو ريفي فريمون اليوم افيك زين هوم مش نتعداو للمنتوج اللي هو 100% ديزاين و 100% منتوج تونسي معناتها هذا هو التشالنج بالنسبه ليا انا خاطر اليوم il ne suffit pas de rêver mais اليوم il faut croire à vos rêves et vous voyez les produits devant vous donc osez jusqu'au bout et merci beaucoup يعطيكم الصحه et merci Zen Home Zen Home the art of leaning مادام احنا اليوم الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه من الزنب باش نسمعوا فورشيك باند ولكن نعنوع عندها لكم بارودي على الغلاء نتاع ليسانس حاجه تحفه تمشي تلبس وتقدم لنا الاغنيه نعيمه الجاني الشيفور قرب دبا دبا والتاكسي مقهور والحكومة اش تتخبى حليلي الحكومة اش تتخبى وانسى مهمومة من العيشة المشومة ومن اللحمة محرومة في جرة الحكومة حليلي في جرة الحكومة مواطن يستنى وفي الفرج يتمنى لصوني سغلى منا ولكي سكرنا حليل ولكي سكرنا قالوا تونس جنة ها والجوع مكنا وفي بلاصة البسيسة باش نسفوا الحنة حليل باش نسفوا الحنة عامل كامل صيمة مش خالد عديمة باش نبيع التاكسي او باش نشري بهيمة حليل او باش نشري بهيمة يا عمي الشيفور قرب دبا دبا والتاكسي مقهور
منال ما تعملش ما تعملش ديو مع نعناعو؟ نعمل ديو تعرف ياسر عجبتني معناتها وستيل نتاعها وكله ياسر طيار. ما تنجمش كانك طلعتي لبست شطحه صحيحه عطاتها ما تنجمش ما تنجمش نوف المنال تعملك الماليه خاطر تشد لها في شعرها تنحيه هو. اسمعني اسمعني مجد بالله نحي ديك شو اسمها ما يتكلم حد شادلي شو اسمها الشخصيه هذيك؟ بوبي 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 ومرته شو اسمها؟ مرته نسيتها اوليف 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 يا الله يرحمها محلية شنو باش يتميز؟ ها؟ مش ميكي ماوس؟ ايش؟ انا ميكي ماوس اه سلمي بالك هذايا شنو يعمل شنو يعمل شنو يعمل؟ لا خاصة كي ياكل السبناخ ياكل ليزيبيناخ فوالا 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 يلا نمشيو توا السكتش الشرطة تحية للصدق حلوة ياسر رمزي هل تعلم زين عبدي المستوري اوسل المسعودي مش علي لا عيني في عينيه لا لا وعنا اهلا اهلا عزيز يا اهلا اي لحن باي لحن برسم لحن برسم لحن تي لحن اش فما اش فما شبيه علاه سحر تبكي وتسمع في ولد عوات اش فما بطل منها خطيبها اي مش مشكله تو ندبر لها خطيب اخر شنية شنية منروح اللي من جبلها خطيب في يدي عليها صوص باجيت هما شو مدخلني انا صايب اوه يا عرفي يا ريتها الكونفل ما تعديها زين واحد خاطفينه ها شوف ليه يا ودي لا خاطفين ولا شيء هذوك ولاد يلعبوا يعاودوا في فيلم دشرة لا لا هاكا هاكا مبينين الزواولة وخاطفين واحد يا ودي تو انت عندك حس اجرامي نتاعي انا ماني قلت لك مش خاطفينه تو يلعبوا يلعبوا مع بعضهم بعد يهزوه يقتلوه ايه كي يموت اه كي يموت يلموا الرمي ويبدلوا جري اخرى اسمعني انا عندي مهمه لازم نفذها انا نلوج على واحد عمره بين 26 و 31 سنه ماذا بيه هكا يبدا بوغوس عنده كهرباء عنده خدمه ايوه هذا اللي تفركس عليه سارق خطيره لا 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 هذا مازال ما سرقش هذا باش يسرق قلب بنتي عرفتهم جماعتك المتاجر بالاعضاء انا بيدي نفركس عليهم بابا مره سرقوا له العمود الفقري نتاعه وحطوا له في بلاستو فليكسيبر في بالك مش كان بوك سرقوا له العمود الفقري حتى انت يظهر يسرقوا لك مخك وحطوا في بلاستو صبادري ايش 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 هات ورق نعم هات ورق ما عنديش ورق ما عندكش ايش 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 عارفي هذا يدور من غير اوراق ها شوف اللي سخايب روحه هكاك سايب الدنيا او سيزي نتاع كونتر هذا مش عبد سايبو سايبو شكونك انت بابا سامحني مسيو انا نسيت ورقي في الكابيني نتاعي في بن عروس خاطر انا دكتور ومره واحد ياكل داري في اللاك قلت نجيبهم غدوه داروا في اللاك يا سحر اللي باش ترسي لك تسكن في اللاك اي شباب اي شباب اش عندك فيه اي شباب خل نوقفوا اسكت خل توقفوا خلينا نفرحوا بيه او تو نبعثوا لك كرهبه تجيب لك اوراق بربي عاد لا تقلق روحك عيشك بربي عيش. ارتاح بربي عاد احنا رانا في خدمه المواطنين ارتاح وكل شيء عيشك عيشك بالله سامحني مادام انت في خدمه المواطنين نجم حاجتي بيك في موضوع صغير تفضل عندي المراه مرتي ضيعت بطاقه التعريف نتاعها كانت نجم تعاوني باش نعاودوها في نهار قاعد مرتك نعم. قاعد نورمال انت ما انت قلت لي اقعد انا قلت لك اقعد كل شيء يجيك ليديك كل شيء يجيك ليديك علاه مضيفك في دار خالتي انا امان طلعوا في الباقه قال لي اطلع في الباقه سيبني سيبني بعد نطلع وحدي في الباقه بقدري عاوجوني 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 هذيك الباقه مدام اوكي ميرسي ما قلحيه شوف شوف وقف لي وحده اهو مجموعه الحراب شوك اللي عملوا فيهم انا نعرفهم ايش ايش سيب 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 ينجم يتصلح ينجم يهديه ربي نحيلو الكيت نحيلو الكيت بشويه الكيت معانا بشويه الكيت بشويه نو نو بشويه الكيت اه معانا بزاف قصدوا لي على المزيكا كبلوا تاع مخي معناها دخلوا بعضهم ما تخافش توني نلحموهم لك توني نلحموهم لك ما تخافش اه بي بي الكيت صايد الكيت انت منين انت منين انا من غادي بابا غادي العيادي فرير محليك محليك يا فرير محليك عندك خدمه فيكس لا الفيكس ندهنوا بيه في الدار ما نخدموش محليك محليك بي بي قول لي من الاخر شنو تعمل انت في الدنيا انا شاف في الدنيا نصور مزيكا بالحق اي نصور مزيكا هات معاش باش تسمع جملة اطلع اطلع في الباقة اطلع في الباقة امشي امشي خذ اطلع في الباقة اطلع في الباقة اطلع بالمناظر كلب سوق يدوروا في الشارع
وين وين؟ او يعرف يعني شوف يا عمو فيسبا جاي يمشي على السقي. امشي امشي ايش شباب ايش 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 اوه ايش 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 ونمشي مشي نصطاد في الارانب هكاك من غير حد شيء ما نمشي بحذيهم ونعمل سود سفنيري يذوبر ذا نطلعوا لا لا ما تطلعوش لا ما تطلعوش في بالك اللي انت باش نروح بيك للدار علي باكو غلا لا لا انت باش تمشي تخطب بنتي موافق ولا لا موافق وباش نفرح ونفرحها كيفاش باش تفرحها نعمل سود صياغه لا لا باين عليك فدلاك على الاخر انت اي هز خويا هز 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 خلينا نشوفوا كيفاش نعاونوه ناخذ معاه تعاوني تعرف تعمل صوت عفو لا لا نعرف نعمل صوت شماتة عندي لعبة حاولوا كل واحد باش نكتشف ثقافتكم القانونية قبل ما نمشي لسمان فيسبوك مع سير عبد المستوري قديش حكموا عليه ثقافتكم القانونية باش نعطيكم قضية وانتم تقوموا قديش حكموا عليه سرق حكة من مغازة حسب رأيكم قديش حكموا عليه لبنى. عام وحكة كيما عام وفسق والله انت سخايدة كيما انا اللي ليك ليك محلاها مترجم تفضل انا يظهر لي كان جيت قاضي انا شخصيا منحكم عليه حتى الشيء نسيبه هكاك الطن يوفى من تونس لا قالك علاش خاطر نجم يكون مسكين سرقها جيعان جيعان يسرق خبزه قانون قانون يتلقى شاهد قانون قانون فما شكون يعني سرق خبزه يحكوا يعني كيما سرق مليار سي لا ميم شوز قولها بالسوري لحظه قولها بالسوري اللي سرق خبزه كيما سرق مليار فما مثل اللي شبهه لحظه طيب هذا فنان لحظه اي كيف كيف هذا فنان وشنو الفنان تدعو الفوضى انت مش الفوضى اما في بالك انت اللي جون فالجون سرق خبزه منتج نسمي خبز هكا ولا لحظه لحظه جون فالجون وين سرق هالخبزه لحظة لحظة بلاش يضحك ما يتكلم حد جون فالجون وين سرق الخبزة لبنى جون فالجون اللي نطيبوا به المقرون جون فالجون هذاك جونجومبر نفهمها كان انا لحظة الاولاد الاولاد اسمع باش نحدد المستقبل باش تحدد اليوم قولي مجد جون فالجون وين سرق الخبزة ما سرقهاش لحظة تنسي تعرف لحظة زيد عمو حمد جون فالجون وين سرق الخبزة هو راهو فتحي شرع ليه وفتحي ما قالوش وين سرق الحقيقة فما شكون شابين مركز البحر وقف قالهم راهو سرق وما مع ضوالهم انا اعتزلت ما عادش نجاوب على الجواب هذوما هذوما الشيره هذه ابار هذاك يعرفوها الكل متاكد لحظه منين وين متعرفها في لي ميزيرابل لي ميزيرابل فيكتور هيغو لا ساعدني فيكتور هيغو لا تحبوا وين يسرقها ما كان في البؤساء يسرقها وين لا في كلام ترجمها اوكي هو فيكتور هيغو يحكي على جون 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 بروش خبزه سامحني عاد فيك هو فيكتور هيغو مرخص لذيذ يحكي له عاودها ظهر الراجل بوعايل على بنكيت يلا سرقت انا في بيلا في مارشي ولا حاجه سرقها في كتاب سرقها ما في بيلا وبيها وكتابه ما احنا ما حبيناش نقولوا ابو العاده للشعوب ربي يستخدم اسمه جان جان بغونتي تقول لي الكتاب لي ميزيرابل قدام الجزء لا هما عملوا الثاني وبعدك جاء من بعده حبوا يعملوا الثالث قال لهم لا نعملوا ندمو فيه الاول ولا نعرف يلا سرقه دجاجه قداش حكموا عليه حسب رايك؟ انا ما قلت ليش قضيه حكموا عليه 4 شهور حبس اسير تعرف عندي واحد سرق 100 مليار قد ايه حكموا عليه؟ لا هذا عملوا معاه مصالحه اخوي لا انتم باش تتصدموا تو اللي سرق دجاجه قديش حكموا عليه؟ تو عام وشهرين بحكم حكمتهم قدك ودجاجه عام سويس اي منين؟ 3 شهور انا نتصور شهر روتي ولا حي؟ اي بالحق ما
شنو الفرق؟ ممكن تبدا روتي ياكلها على البلاصه ما يشدهوش. حيا يروح يذبحها ويشدوك يحل الحيل دوها. حيا حيا سرقة منصور. جون 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 وين سرق الدجاجة؟ لا لا سا ديبون كيما قال. كيف كيف برانسيب أربع شهور. حكموا عليه شوفوا 10 سنين. لا لا لا. يا دي سرقها ولا؟ 10 سنين. فهمتها 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 فهمتها. دجاجة بالفاميليا هذايا واصلة. لا 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 شوف يعطيك معلومة. بالذبح. لحظة لحظة. أحمد. هذه معلومة ناقصة ساعة. خاطر اون برانسيب سرق دجاجة. ينجم يكون مثلا طلع ودخل للدار. لا لا سرق تقاه دجاجة وشرقوا به. كي شلق به اللي باش يسرق الدجاجة شرع عليه سلاح تولي هذيك محاولة قتل. ويعدوا له. هذه 10 سنين تبقى مش عارف. كبر ياسر. هذيك 10 سنين كبر الموضوع. ها باش نعطيكم أحمد خبرة. باش نعطيكم توا هذا 10 سنين خاطر الدجاجة هذوما الكل قضايا قدم. بيع جاتو فاسد للمواطنين قداش حكموا عليه؟ باع جاتو فاسد للمواطنين قداش حكم عليه؟ اللي سرق دجاجه 10 سنين هذه 20 سنين نورمال. لا لا هذه هذه بالحق نسبه على الاقل 15 سنين. خاطر نجم واحد يموت نوفل صحيت اما عطاوش حاجه ماكسيموم 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 ياخذ 6 شهور وختيه. لا اختيه 4800 6 شهور 5 شهور. ممكن جاتو فاسد نحكي مع بعضهم يفقس المسجد. بالله العلي العظيم والله العلي العظيم لا ريتها اي اي خبره تقعد قبل لا مش خبره نعرف قانون قداش حكموا عليه قداش؟ هذا نتاع 6 شهور وختي ما يخصك 6 شهور اللي باع جاتو فاسد تشوف انت باع جاتو فاسد سبحان الله جاتو فاسد اخي هو لا 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 عمد ولا متعمد ولا ماهوش متعمد لحظه لحظه جاتو فسد مش فسد مش لقش جاتو يبدا حاطط على حسن نيه لا انا حسن نيه شو حسن نيه فما حسن نيه كي تشد حاجه تفسد كي تشد حليب محلول وما تحطوش في الفريجدير تعرفوا باش يفسد فما حسن نيه لا ما فما حسن نيه القانون فما حسن نيه طماع انا ميت بيب والله العزيز خذاك سكروت من بلاصه معناها ممسخه والله جاتو انفكسيون ثلاث ايام ومات والله اميت سا والله سي تري غاف راه مش بالك انت خذيت من نفس البلاصه هذيك الممسخه الكسكروت مات هذا صب 50 دينار اسونس وهرب قداش حكم عليه؟ معلم 50 سون بلان هو يعطيهم له في جوبليه هذوما 50 دينار هذا 10 سنين حبس خاطر نظرا للاسونس كيف 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 هذا نتاع 4 شهور 5 شهور ماكسيموم زاد 6 شهور لا عام حبس وخطيه 800 دينار يستاهل تعرف علاش نوفل يستاهل على خاطر مسكنك اللي يصب في الليسونس هو اللي خلصهم من بعد علاش كلهم يستاهلوا نعيمه يستاهلوا يستاهلوا ما تبوش تنظم مجتمع كي العباد ما تحضرهمش القوانين سمحت 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 لحظه معناتها انت قبيلي سامحوا طن والليسونس يستاهل هكا طن باش ياكلها قالت لك جيعان انا طن واحد يتشهى طن كي جوع واقعد ما خبز خبز وطن شو ما نشبعش حقش لو سمحني والطن يشبع 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 وهذا حد يشم ليسونس يموت مليح 50 دينار انا شوف انا معانا نعيمة تا واحد سارق حكه طن ولا سارق دجاجه باش تحبس يا رسول الله انا عندي ولكن فما اجتهاد معناها فما اجتهاد في القانون وفي القضاء انا عندي ولد حومتي سرق كرسي من قهوه والله شايفه قبيل قهواش تاع ولد حومتي يجري والقهواجي وراه يجري يجري لاخر دار منا دار منا دار منا جا في زنقة مسكرة ما لقاش ما يعمل حط الكرسي قالوا جيب قهوة اي جزيل انا لهنا ما نلومش بالحق تفاست الطن ما نلوموش على على القضاء لومو انه كي تبدا انت مغازه وفقت واحد طن فك هيلو سخسخو وكله برا ولا اعطي هيلو كله برا السماح اما تعيط للبوليسيه على حكا طن البوليسي في الاخر باش يخدم خدمته معناتها البوليسي بيدو راهو محموس راهو ماذا بيه يخلص يقول له سيب اما انت كي تشكي دونك يلا نفس المين بربي كلمه واحده نعم شو علي بن ابي طالب قال لو كان الفقر رجل لقتلته محمود درويش قال الجوع كافر معناها حاجات اللي تعرف الشخص هذاك الجيعان تنجم تتسامح معاه باهي يلا لسو مين فيسبوك اسبوع الفيسبوك مع زين عبد المستوري مرحبا بك نوفل مرحبا بالناس الكل الجمعة هذه في الفيسبوك انتشرت ظاهرة غريبة جدا يا صادق اللي هي يقول لك الحاجة باللونجلي والحاجة بالفرنسية وما يقول لك بالتونسي نشوفوا الحاجة الأولى اللي قالها فاضل ولد حليمة في فرنسا قال لك جو ترافاي في امريكا في لونجلتير اي وورك في تونس نندب على السعدي نوصل مع فتحي ولد حبيبة قال لك في امريكا يقولوا هي لوفز هير سو ماتش في فرنسا يقولوا الي اموغو ديل في تونس ماكلها بخيوطها صحيح طارق مقطع عروقه قال لك في فرنسا تقول لك جسمي غروس
في امريكا تقول لك ايام فات، في تونس تقول لك مش نسمينا عظمي خشين. كيف بدا برشا بنات هذه مش نسمينا عظمي خشين. فوزي مسالف الفين كي قال لك في العالم الكل كي تساله تقول له يسبيك انجلش، الاسبانيوري يقول لك نو، الفرنساوي يقول لك نو، الامريكاني يقول لك يس، التونسي جمله شهيره نفهم ما نحكيش. موني حبيبة شكري كيفش ياخذوا كونجي؟ قالك في فرنسا يقولوا جي بزوان دو 3 جور دو كونجي، في امريكا اي نيد 3 دايز اوف، في تونس عندي شكون مات. حمزه الحميز قالك في فرنسا يقولوا كومون سافا، في كندا يقولوا هاو ار يو، في تونس وقتاش نفرحوا بيك؟ علي انبوبه كي تمشي المحل هذا باش تشري حوايج، في فرنسا يقولوا ترو شير، في امريكا يقولوا سو اكسبنسيف، في تونس نعمل دوره ونرجع لك صح. اكل لنا عمرو واحد نعمل دوره ونرجع لك ولا تقعد في رستوران. انا صارت لي قعدت في رستوران بعد فقت نشوف العباد اشتاك الفقت اللي ماكله خايبه برشا. سامحني صاحبي يضعف اثنين قطع نجري مع قدا ولا نعمل دوره ونرجع لك هذيك ويعرفك مش ترجع له وتونس كامله تجد عليها. تطلب لون غريب مثالي يمد لك الالوان الكل فهمت؟ تبدو تقول له هذا مش اصفر عادي على الدوري خرج منه بنفسجي. قول لهم بالسوري. بالسوري؟ فماش اصفر عاطي على الدوري خارج من ميرسي. زاد نوفل من الحاجات الاخرى اللي حكوا عليها التوانسه يا صادق الجمعه هذه اللي هي توفيق عمل لي ابيل قال لك هبط التصوير هذايا، قال لك واحد تعرف على واحده فيسبوك قال لها ابعث لي تصويرتك، بعثت له قال لها انهي منهم، قالت له ناكل في الشيبس من تالي. صنوا مهبول تعيمات قتل كل قصة حب فيها ثلاثة مراحل، مرحلة أم كلثوم، بعد مرحلة إليسا، وأخيرا مرحلة جل بريك. نوتي بورتابل يا شدولة قال لك في بالك ب 15000 تنجم تنقذ أرواح بشرية، قل لي كيفاش؟ كيفاش؟ تشري ديودورون. في الصيف. 5000 5000 ما عادش يا حبيبي 5000 15000 ما هو الدينار يمشي ويطيح دونك تمشي وتغلى هاي. عايش ثلاثة كل شهر استعمل واحد 15000. وي اختي تفضل. كانت تبقى تحكي معاه شوية باش تقول لك هاني أنا نبيع فيها ب 4800 وعاملة أوفر ب 2200 كها وعاملة أوفر 50% ريتها. حتى الديودورون تحب تبيع هنا في حلقة. أما بيع المكياج ما بيعش ديودورون. عواطف عطوفة مهبول وطلطفي لطوفة قالت لك كانت جميلة حتى جبدت كعبت لي غرت قالت خلينا نشوف الدات دو نيسونس نتاعها مازالت ولا. شوفوا توا يا منال شوفوا تويكا تم تصويرها هبطها بسام مولا الحمام نشوفوا التصويره قال لك هذيا كي تكون بهيم اما لعبها طباع اما انت ذيب لعب مركب روحك ذيب اما انت بهيم علخ شو ذيب تحسوا احول وفما تصوير اخرى هبطها الجمعه هذه هي شاكر بشاكر نشوفوا التصويره توا قلنا طلع الغادي وما يسالش اللي صور فيك ركح في الهواء وعديناها لك اما طلع الغادي باش لاقي امك راهي ما تجيش تطلع باش لاقي امك غادي ما يجيش احشم على راه هم نتاع فوتوشوب نقفلوا خويا طلع غادي باش لاقي باش لاقي نتاع امه طلع الغادي اللي صور فيه اللي صور فيه وين واللي صور وين وين بوكو زين عابدين المستوري نكملوا تو نمشيو لسكتش النقل الجماعي وليد الزين سفيان الداهش لبنى الزديري اروى بن اسماعيل زين عبد المستوري نور الدين واوس المسعودي. يا ربي العمل عليك والله طقس بارد ياسر اليوم بارده بارده با 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 ملا برد والله طقس بارد الواحد يركح حمور البرد لازمه هاي سيدي يا ربي العمل عليك هاي تاكسي تاكسي السلام عليكم ليبر معلمة لا لا مش لي ليبر ايه تعطيكم باش يطردوني السناء اطلع اطلع تفضل يا حاج السلام عليكم وعليكم السلام حلوه المطه اللي عملها فوق فمك حاج بارك الله فيك بارك الله فيك حطينا شي اخبار حاجه كي نسمع شو فما في البلاد يا عم وديك بلاش تعمل بهم الاخبار ما نتاع البارح نتاع اليوم تحب نقولهم لك هم في جار عبوه الناس في بغداد
فهمت؟ القبض على شاحنة محملة ب 40 كيلوغرام من القنب الهندي المعروف بالزطلة. وش اسمه حسين الديك يقوم بحفلة في شو اسمه ذيك قصر القبة في 1 ماي، كونوا في الموعد براسهمكم يجوا. هذيك هو. أما طقس تقلب. طقس تاع اسمع حاج يا ربي راني حافظهم تاع التاكسيات انا مش قولهم لي ورا بعضهم طقس تقلب والكياسات ما رجلوهمش والدنيا غليت والمغرب طارت بينا الجو هذا انا عارفه على الاخر هذاك هو سكت علي نسكت علي اي براك زيد ايش اسمع نقص شويه بجا ربي خلينا نمشي تيري خلينا نرقد يا راه مولدي كاين الحديث يا نيمي يا سني هاي ناسي تاكسي تاكسي بسوية خمط راس بس تغربني فما بلاصة سميها سبلاصة يا هاك كرسي فارغ كله مسبيك يا اخي هذوكم ريزيرفي هذوك تاكسي جميع وريزيرفي زيد تقول لي صرب زيد فراوك كم يا بوزييت الله غمار تاع شارع فرنسا اطلع التالي اطلع التالي اطلع دخل تالي يعطيك الصحة تاكسي 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 فما بلاصة الكراسي نقلعهم الكراسي اطلع نفرش لك زربي اطلع دخي اي ومرسي حشمتي مرحبا بك ألفة نورت ليه أنا اسمي ليندا لا لا تاكسي نتربش بها ألفة كانت عندي أختها عبير وكانت أختهم الكبيرة دالندا أنت بنات عائلة بنات الحاج تويوتا وما ندراك الله يرحمه اسمع اسمع عندك ميوزك دوس دوس تريس كاتورس نعرف نحسب ولا أنت باش نهبلك موسيقى يعيطوا لي محسن حسيس خاطرك حساس لا خاطر عندي حساسيه الغبره وعندي حساسيه الربيع وعندي حساسيه الغله غريبه مالك كيفاش قاعد بحذية وانا عينيا كتوت وخدودي كتفاح ويديا كالعوينه لا تشوين يا بنتي نفدلك يعيطوا لي محسن ميكسور نموت على صالات فروي يا شوفير يا اخي قديت البلاصه والهندي يتكلم محليك محليك قديش مشكلين هيا بنتي نترانا وعندي سانتور نوار سانتور نوار صفرة تفضل هكاك طالع على بالك لوسع يا ولدي ما سكر الباب ما عندكمش باب في داركم راني عديتها لك على خاطر الماس مازال تعودها نضربك فيه ولا شيء انا سكت على خاطرني خفت وي يا كابتن وي باترون يا ولدي القطعة آثار هاي موجودة عندي في الساك واني خذيت النقل الريفي باش نضيع الجرة على الحاكم اي مريك المريك قولوا يحضر العطم تاعو يحضر البانون الفلوس اوكي معلم اتو تالو امان 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 كلموا ينحي الدخان ما نحمش الدخان بالطبيعة نحي دخان يا مواطن نحي دخان تعودها نضربك في وجهي هو سيجارو لايت وينه هو خفيف الاخر قتال الاخر يقول لك تفضل تفضل اسمع رد بالك راه نسيبو عليك عنده سانتور نوار راه تعودها نبوسك من وجهك انت تكذب عليك كما سانتور نوار نحكي على السبت نتاع هذيك كحله شريتها في العيد وكانك على المسكليه ضايع بالمرمى ما شو مال انترينمون قديش طحت من عيني قديش ما يهمنيش اي سيدي حاكم باش يصدم علينا حضروا راكم ما تعطلوناش اي حاكم لا السلام عليكم بدقة تعريف ناس كل وقف اي وقف وقف اخرج عندي سيبني ما شاء الله عليك السلام عليكم عفصيمة مو تعليم البوليسية راجل وعندك حل في الساك راجل وعندك حل في الفليجة؟ فليجة إجا نقالك مين عرفش وين لقيتك هذيك عندنا حفلة تنكرية تتنكري معانا؟ حفلة تنكرية هذا معاك كحل وسي شوار باش تعمل دور حسن دوس سيد بوليس سيد أنت بدودة قداش عم تفيد بيك أنت اسكت اسكت سايب امورك واضحه خنزير الفرد باش هي امورك اي ما تفرتنيش الساك منزل فيها بروس وبيبيليزي بابيليزي بلا ريق نتاعك صافا معلم اسمع راهو يكذب عليك راهو في صاله ذاك في صاله في صاله قالت شو الله يحييك ما تحشمش انا في صاله انا اللي في صاله نعرفك في الخياطه انت داخله بعضك وتحكي توكوك نشوف الساك ايه ما فضلك ما فضلك هذاك هذاك ساكي فيها كادو نتاع ميليسا ما كوزين ميليسا ميليسا هذه تلا اثار تونس هذه مش ميليسا هذه عليسا باش نهبلك نعرف اخرج خذ هنا تعليك هذيك اخرج خذ يا اخي العادل يا اخي بالام
الأمني والأمين يحياهوني الإنسين. أنا لو أني عم السيفور مثني فيه مسيم بصراحة تحية تونس. وتاني من قدام. يلا. يلا. عندي لعبة. عندي لعبة حكايات باش تقولوا لي انتم في الاخر طلقوا ولا ما طلقوش، طلقوا ولا ما طلقوش، باش نحكي لكم حكايات. راجلها شرى لها دينول صبه يا اخي زرست قد الدار كامله، كي قام من النوم زلق ويده تكسرت. حسب رايكم بعد الحادثه هذه طلقوا ولا ما طلقوش؟ ما طلقوش. منال ما طلقوش. واش طلقوش بيان سور طلق. لا من بعد الحادثة هذه شريو دينول جديد خاطر فات الدبوزة. ما تلقوش عشرة. جوابي للأسف طلقوا. يا رسول الله. أنا نعرف الحكايات هذه نفهم فيها بالدار. يا ودي تسبب عليها نوف. أي إيش علينا؟ هذوما الحوادث يستنى اللي صارت. به معناتها خبير في اللعبة هذه مازال كيعرس بلال المساوي. احنا ما عروس جديد دونك تعاوننا في طلق وما طلقوش قبل ما نشوف جديد صيي المراه بارك الله في قريبتها. اه صيي تقريبا يجي بي بي وتقول عرس جديد. ديما تقعد جديد خمس سنين الاولى ديما جديد. باهي ميرسي. راجلها مغيار برشا سيرفور جاب لها ديريكت مزينه بقلب نتاع الشوكولاته يا اخي ضربه. اي سيرفور مسكين على راسه يعرف اكل يعطيك ديريكت عمل فيه قلب بالشوكولاته. طلقوا طلقوا يا اخي صار طلقوا ولا ما طلقوش؟ طلقوا. عندي سؤال اخر مهم. الديريكت شكون شرب؟ السيرفور. طلقوا طلقوا وفي الاخر خذيت السيرفور وشربها. احنا ما طلقوش. لا ما طلقوش. ما طلقوش مش يطلقوا. لا لا طلقوا نوف ولا تحب السيرفور. برافو طلقوا للاسف. قلت طلقوا على ديريكت في قهوه. اسمع ذوما كل جماعه مش على ديريكت ضرب السيرفور وصارت عركه ولحمت طلقوا من وقتها. فما نوف الرجال. هذوما رجعنا للدوسيات نتاع طلاق ولوجوا على الاسباب اللي ذكرت في المكافحه بين الرجل والمراه. باهي راجلها جاته فاتوره الماء غاليه هي الدوش قص عليها الماء. طلقوا ولا ما طلقوش؟ طلق. ليه هذا يلزمها الطلق. نعم يلزمها ياسر مش حاح. اي اي يلزمها الطلق بيان سور. وعليه؟ اما خير برب. تقعد ريحتها منتنا؟ تاكل بونطاطا؟ ليه ساعات تضرب ساعتين زاده والماء غالي وكا. اون توكا طلق. خاطر قص عليها الماء وهي تدوش. هي زاده تتلكش. باهي. في نفس راجلها خايف على الضوء يا اخي نحى بريز الفريجيدير في الليل في السد اللي فيها الكل. حكمت عليه شهر كامل يجيب الفطور والعشاء من الشارع ولكن صار في الاخر ما تلقوش. علاش؟ يجيب في الماكله والعشاء وفمه ساكت. كمل سيرة ذاتية. زملاء هذه نعرفهم وان شاء الله نحن السابقون وانتم اللاحقون. لا لا لاباس لا ما تلقوش. انا ما نحبش ندخل روحي في العائلات ما نعرف فيها شكون. ما تلقوش. انا ما نفهمش في الكورة. ما تفهمش في الكورة؟ مش فريجيدير. انت كان عرست ومرتك تخليك تمشي وتجيب الفطور اش تعمل؟ هو خاطر كيمشي عرس هو مشي طيب ديجا مش مشي شنو هو انا ما نغسلش الصابون بالماء البارد. على خاطر نوفل هو من بهيمته نجم يكون اللي في الكونجيلاتور هذايا اللي في الكونجيلاتور ينجم يكون قد حق تسكرت الضو اللي جات غاليه. لا مش نطلقوا الاخرين مشاو طيب. باهي والله لا هذو ما طلقوش. الدنيا بارده وهما الزوز ركشين اغزروا التوب اغزروا تونس وين وصلت. ركشين تحت الفرارش نقز الباب تعاركوا شكون يحل. هي تقول حل انت هو يقول حل انت حل انت حل انت حل انت في الاخر طلقوا ولا ما طلقوش؟ صدق طلقوا. نموت كان على خذاه. شكون اللي عاش صغير في دار الاستعباد نتاع انك تكون اصغر واحد في الدار وانت خارج جاي ما دامك انت الخفيف فينا باش نجيب ربي باش نحكي قصه قصيره حزينه. اي انا نبدا قاعده نروحي في الدار نقوم نمشي نجيب كاس ماء. بابا جيب لي كاس ماء جيب لي شليكتي حرر فلسطين دمر داعش نحي بشار من سوريا وارجع. نعملهم الكل. اسمع نوفل والله ترف جيت الاوس المسعودي تحيه ليه قلت برسمك ما دام خفيف فطلع على الفوق جيب لي قذ. حشم مشى ورجع لي قال لي صدوك راك عندك 8 سنين تقول لي راني خفيف راني كبرت. هذوما طلقوا على خاطر يمشي حل. واخيرا امها بحذاها وصلوا على شويه غله وحلو يا اخي حسب روحه نساه قالت له اهبط جيب ما جابش
طلقوا ولا مطلقوا؟ بيان سيغ يطلقها يطلقوا. أمي كي جات أمك طيبت لها وعملت لها وكذا حاست أمي في كيلو تفاح يا أبو كرش في كيلو تفاح. حتى هي لحمات كي تمشي لدار بنتها تولي كانت تولي تاكل الكيوي وتولي تاكل الواحد تولي يكثروا لها تدلل ياسر شو بيطلع لها الريزوم أنا تدخل فصل صور تولي تدلل ياسر على نسيبها فهمت يلزمهم يخافوا شوية باش الرجال يقعدوا مع نساه وكان يطلقوا هما رجال به يقعدوا مع نسيهم وحتى يجوز ان توكا هذوما طلقوا تو هذيك حميتها ما طلقوش عليهم ما طلقوش يلا بلبل حصيل وين نرحب بساعة بجماعة كل مرحبا ما عادش ترحب بينا والله تقول مالك كنزاري عندك ساعة عندك ساعة تحكي تقول مالك كنزاري بتعرف مدخل بكسكيت وكرش نتشرف بيه انا اخويا مالك كنزاري كنزاري انا عملت دورة سيدي في الفيسبوك العادة باسكو خاطر تو معرس وديما شداني كلها ولا تعرف في دورها فيسبوك ما عادش هاك الهملة وك الخروج وك فهمني التصرفات هذيك اللي عملوا فيها العزاب بيان سور دونك قاعد دونك نقعد في الدار نعمل في دورة اكتشفت إليه في اللي تخرج اكتشفت انه بالحق نحب ان البنات سيرتو لهنا البنات اللي معانا والبنات اللي يتفرجوا فينا حتى انت صادق ما تيأسش اذا ماكش مزيان حتى انت صادق لان نحكي على البرانسيب نتاع اليأس مش على معناها لا نحب نقول لهم ما تيأسوش بالحق ما تيأسوش خسارة هي غايبة اليوم اما الرسمي راي قصتها ياسر رانيا التومي بالحق سكسس ستوري خاطر لقيت دخلت على الانترنت نلقى فما كل سيره ذاتيه فهم كي قريتها تصدمت بالحق رانيا تعبت برشا في حياتها باش وصلت هي باش وصلت للمرحله هذه بالحق البنات ردوا بالكم تيأسوا ردوا بالكم اي واحد من الاولاد يجي يقول لك راك هكا ولك خاطر بالرسمي شوفوا رانيا التومي وين كانت لا مستحيل لطفي لا عاد لا 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 هكا هكا ما تضرش زايد معاك يا استنى استنى الناس الكل مش مصدقين اللي هي رانيا بالحق انا بيدي ما صدقتش اما شفت تصويره كامله كيفاش واقفه وقفت رانيا لك الحال هذه رانيا بالحق والله رانيا تونس ميرسي يا بلال اسمعني مازال مازال الجمعه الجايه ترجع قاعدها محذيه براس الصمت بالله حط محذيه صادق حط محذيه مجد حط محذيه مثال شلون باه باه وفي البرمجه الجديده تحس المدام تاعك تحكي وانت تحرك في فمك بلال بالله ما جبتش عليا حتى يا بلال تيزي تو هذه رانيا والله رانيا هذيك هي رانيا الشومي والله رانيا والله رانيا الشومي والله وبالنسبه فما خبر جديد للمتفرجين بتاع قناه التاسعه انه قناه التاسعه ابارتير من نهار 3 الجاي باش تولي تعدي افلام مرعب اي نعم بابا افلام رعب بطولة رانيا التومي لا لا افلام رعب الفيلم هو هما زوز اجزاء زوز اجزاء راس سمك كبير راك تمرض فينا بالصدق هو فيلم فيه زوز اجزاء مش تعدى الجمعه الجايه والجمعه اللي بعدها انا باش نعطيك مسكوب الفيلم هو عوده المومياء عوده المومياء الجزء الاول باش نشوفوا الافيش نتاعو عوده المومياء محلاها عودة المومياء الجزء الثاني ناتشورال المهم من يعرفوش شكل حطاها برشا خصصها تصوير بالصمت محلاها شو اللي فيه والله محلاها والله يلزمك يزي تخرج لك لحظة تخرج لك هكاك في الجيل بلال من فضلك كمان سيل تو بلاي محلى صحيح هي تشبه لنيس بن شويخه اما محلى محلى نعيم انا ما جبت شيء من عندي هي اللي الشعر يحرش من ستيلي فطر والله والله شد والله تسأل في شادي شعري ناتشورال ومحلاك بالماء والله تكون وجهي مغسول بالماء والله نتكلم معاك نتكلم يا محلاها تفتق مزيانة 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 وكان انا نكذب يا ربي سامحني والله محلاك احمد نعيمة جاني ماهيش مقتنعة بالكلام اللي قاعدة تقول فيه على خاطر وقت اللي بلال ورى التصويرة همزت منال قلت له كم بساعده منين جابها؟ مش هذيا مش هذيا الشوتينج نتاع عمل ولا حاجه
هذا فوتينغ مش شوتينغ. لا فوتينغ هذا. والله لا والله يا اختي تفدلي. لا لا يا والله ما احلاها. شو تكذب عليها عيني عينك هذه بس احلاها. يحس عليك يحس عليك شو لوني كيفاش؟ لونك لين عامل لي البيضه لين السمرة شعري ناتشوغيل بوكليها. مش عارف لين عامل حتى شيء في وجهي حتى المكياج مانيش مكياج. خبيرة التجميل خبيرة التجميل والله ما احلاها. انا خايبة منين؟ مرسم وكفر في الوحدة. والله نعدو عسل. ناتشوغيل. تشوي وموت ويجي يدخل فينا غولة ويمشي صحيح هذه ماسته شويه كنا محتاجين يا رايحه تفوزي تعمل كيكه سازيك لهكا شو تخزر غاده لحظه لحظه حطوها في الاطار معناتها هذه تصورت في الستينات وكذا اي نعطيك معلومه اي نعطيك معلومه والله العظيم نطيح بدوسي فيه تصاور الناس الكل اللي قاعدين لهنا بو الصغار لا مجد زين لا اما ريت البقيه الكل بجهرب البقيه الكل عندي يقول لك فوق 30 تصويره الله يرحم والدي اللي بعد يتصور نحب نشكره صديقنا وزميلنا نشكره ردوا بيك اخويا عارف وين تمشي والمره الجايه عارف ردوا بيك حتى انت عندي والله الجمعه الجايه رجع لي فلوس الحنه ليه ما عنديش بعد ما مشيتك ميرسي لو في المرح ميرسي الله يرحم والديك انا حاب نقول كلمتين قول تفضل ايجا 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 وي ايش ام مساج ام مساج ما نعملش مساج ما تسميليش مرتي في التلفزيون اسمع نعم جيب لي التصويره ما تفسخش شعر البلوطه ما تجي بعمل تحب صح الاف تعرف انا اخوك عندي رقم فتايا 02 02 02 02 اطلب لي عليه عندي دوسي حتى انا عندي دوسي يا بابا توري نوري توري توري كمل البول بلاي بوسكو نحن بوسكو نحن على ابواب على ابواب الصيف وفي الصيف بيان سور الكونجي وفي الكونجي نخرجوا نحوسوا فما عباد تمشي للستاد فما عباد تمشي مثلا للبحر فما عباد مثقفين يمشيوا للمتاحف يمشي للمتحف يتفرج على التماثيل متحف القرنفل المتحف يمشي يتفرج على التماثيل وجه ليا انت في الماء ساعه تسكت راح يمشي القرنفل وجه يمشي هي المشكله انك تلقى تمثيل تلقى تمثيل اللوجيك كيفاش تصور لازم تكون القرنفل اللوجيك كيفاش تتصور معاه تتصور معاه هكا التمثيل هاي هكا تلقى تمثيل تتصور والا هكا وبيرديكا فوالا زميلتنا اروى ما فهمنيش اسكو هي تمثيل ولا التمثيل متصور معاها ولا فاش تعمل غادي ولا شمهزها الغادي كنشوفوا اروى كيفاش خرجت من محلاها محلاها وجهها كل الرشب وانا محلاها عسل قول لي محلاها اخي هذه اروى هذيك اروى حسره عليك محلاها محلاها مدامره ومنافل ومسرها بوسه بوسه يا اروى كمل اقسم بالله يا نعيمه اقسم بالله مش تسكت ولا ما كانش نطلب لك الحاج الشاشه وراك كمل سعيد كمل كيف صح بلبل ميرسي ميرسي ان شاء الله ربي يهنيك ويلزمنا لحظه من الحلقه الجايه نحضروا دفاعاتنا ما عادش نعديوها لزمنا فازيت كل بلوطه عندكم ما تلقاو يلا الحمد لله يا ربي خلينا نمشي على ميرسي بلبل قعدنا نرجعوكم بعد الفصل العب يقرا العب العب يقرا العب العب يقرا العب